هذا النظام على كل حال بمثابة ثورة، ومن أبرز ما يميز مشروع القانون المطروح هو تغيير نمط الاقتراع وتعويض القائمة المغلقة بقائمة مفتوحة، إذ يختار الناخب بموجب هذا التغيير قائمة واحدة، ثم يختار ضمن نفس القائمة المترشحين الذي يراهم أكفى وأجدر وأقدر على تمثيله أحسن تمثيل. فالنظام الاقتراع النسبي يمثل الممارسة الأكثر ديمقراطية،